يعني، ولأني تابعت التقرير اللي صدر حتى نهاية شهر 11 والتقرير الأخير اللي غطي الفترة إلى نهاية شهر 12، يعني هناك جملة الحقيقة من الملاحظات اللي يعني سنردها تفصيلا. في أهمها طبعا القول بأن هذا البيان هو إيرادات ومصروفات الحكومة. هو في واقع الأمر يعني ما أورد المصرف المركزي هو ليس مصروفات، هي تحويلات من حساب الخزانة في مصرف ليبيا المركزي إلى حسابات الجهات اللي هي ممولة من الخزانة العامة اللي مستهدفة به، ولا يشترط أن تكون هذه المبالغ صرفت بالكامل. يعني أن مثلا حول من حساب وزارة المالية إلى حساب وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع أو مؤسسة النفط أو غيرها من الجهات. فهو يعني أنا حتى درت منشور قلت وهم الأرقام، هو ليس مصروفات، هذه المبالغ لم يتم ضخها في شرايين الاقتصاد بالكامل، ضخ منها جزء اللي هي قد يكون المرتبات اللي هي الجزء الأكبر والدعم، لكن جزء آخر يعني هو لا يزال موجود في حسابات هذه الجهات، أو الغرض كان من تحويله من حسابات الخزانة إلى حسابات أخرى اللي هو التهرب من ترجيعه في نهاية العام إلى حساب الإيراد العام. طبعا أول ما يلاحظ على هذا التقرير أن هناك قفزة كبيرة جدا في بند ما أسماه النفقات ما بين شهر 11 وشهر 12، يعني كانت المصروفات حتى نهاية شهر 11 في حدود 85.5 مليار، نجد أن في نهاية شهر 12 127 مليار.